الموضوع التاني هو خاص بمباراة امبارح وبمباراة النهارده، او النهارده الزمالك كان لسه منتهي المباراه قبل ما اخش مع حضراتكم، وفاز الزمالك على فيوتشر 3-2، مباراه حلوه صراحه ما بين الفريقين. لكن يا جماعه انا هنا لما بتكلم هتكلم عن اداء تحكيمي، مش هتكلم عن انديه ولا فرق، انا بتكلم عن اداء تحكيمي. هو ليه؟ عشان كده انا كنت بقول لحضراتكم اجيب الورده واقول احتواء ولا مش احتواء، اجيب الورده واقول احتواء ولا مش احتواء. عايزين نمشيها ازاي مع الاهلي؟ انا هتكلم عن الاهلي طبعا. مع الاهلي لا، اصل الاهلي كسبان 3 فممكن نكبر دماغنا في كام حاجه. امبارح احمد مودي لاعب فاركو في الدقيقه 21 خد انذار بسبب الاعتراض، في الدقيقه 31 اهو خلاص اعترض فخد انذار. طب حلو جدا، كابتن محمد معروف امبارح عمل كده، ادى لكابتن احمد مودي اللي بيعترض اداله انذار، كل الفل، حاجه حلوه جدا، وكابتن محمد هايل ورائع وحاجه يعني بيطبق القانون، مش هايل ورائع، هو راجل بيطبق القانون. طيب بعدها وفي الدقيقه 36، في الدقيقه 36 حاجه اسمها مسك للاعب، مسك صارخ او مسك صريح، اهو اهو حضرتك اهو اهو. هل هنا هذا اللاعب احمد مودي يحتاج الى انذار تاني او كارت اصفر في هذه اللعبه؟ سالت كابتن ناصر عباس قال لي ايوه يا اسلام يحتاج الى، او هنا لازم ياخد انذار تاني وكارت احمر، ولكن دي من عندي انا، ما سالتش لسه كابتن ناصر فيها دي، لكن بما ان النادي الاهلي كسبان 3 فلا مش لازم نخليه يبقى يخليه ياخد الكارت الاحمر. يا جماعه مش كده، هو امبارح من فضل حضراتكم، من فضل حضراتكم كل اللي احنا عايزينه العداله التحكيميه. هتقولي يا عم انت بتتكلم في ايه؟ ما انت كسبان 3، انت كسبان امبارح 3، هو انت عايز ايه تاني يا عم اسلام؟ انت كسبان وعاملين ماتش حلو وراجعين من يا عم انا والله العظيم 3 ولا 4، انا لا انظر الى المكسب، انا انظر الى العداله. المكسب ان شاء الله هنكسب مفيش مشكله، ولكن لماذا يوجد لا يوجد احتواء؟ نظريه الاحتواء اللي طبقها التحكيم المصري حضراتكم عارفين ازاي، ومش احنا اللي قلنا، هم اللي قالوا، عشان كان الاهلي كسبان 5 ساعتها برضه، ولكن يمكن امبارح عشان الاهلي كان كسبان 3 في لغايه اللقطه دي، فقال لك كابتن محمد حب يطبق نظريه الاحتواء وما يطردش اللاعب مثلا. طيب ما هو لو طرد اللاعب كنت ممكن اجيب جون واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه او ممكن مثلا اوصل رقم 5 أو 6 واقف، معرفش كانت النتيجه هتبقى كام، ممكن كنت لا قدر الله يحصل حاجه تانية. ولكن انا جبت لحضراتكم الحالتين، جبت لحضراتكم الحالتين. ليه؟ لماذا لم يطبق الكابتن محمد معروف القانون في هذه اللقطه اللي امام حضراتكم؟ انا معرفش، هل الكابتن محمد ما اتفرجش على كاس العالم للانديه؟ ما اتفرجش على مباراه الهلال والاهلي بصفته مصري واتطرد من الهلال اكبر نجمين من الفرقه بالقانون وبالعداله، والاهلي كان كسبان على فكره ساعتها 2-0 ومسيطر على الماتش. هنا في الدقيقه 21 انذار، كابتن محمد اداه 10 على مش 10 على 10 هو ده الطبيعي ان هو يعمل كده. طيب الكره دي حضرتك ما اديتش انذار ليه؟ نفسي افهم ما اديتش انذار ليه يا كابتن؟ ده بخلاف ان هو شوح لك، يعني انا مش هتكلم في التشويح، معلش يا مودي والله، بس هي جت كده يعني، انت قدامي اهو اللقطه قدامي، وانت لما تشوف اللقطه دي اي لعيب في الدنيا هيشوف اللقطه دي هيعرف ان هو كان يجب على الحكم ان هو يدي انذار لمودي في اللعبه دي، وبعد كده يبقى يديله الكارت الثاني. فالحقيقه انا مش عارف الحقيقه لماذا لم يتم طرد لاعب فاركو امبارح.